ترامب هو يتابع أمور كثيرة جدا ويتابع أمور الصين، وخاصة أنه هو يحاول إصلاح بعض الأمور الضريبية، وأيضا تجاه هاريس من ناحية السياسات الديمقراطية، من ناحية الإنفاق، وأيضا هناك أمور كثيرة جدا قام متابعتها. و كما تعرف من أجل أن تكون هناك الأموال، خاصة حوالي 45 ألف دولار خاصة للحصول على بعض مثلا الدور. وهي أيضا تهتم بالطبقة الوسطى لأذن العاملين والموظفين، فهناك اختلاف كبير جدا في هذا المجال والطريقة التي أنهم يقومون بها، خاصة من ناحية الميزانية. للكثير منا حوالي أكثر من مليار دولار، لكن في هذه الجزئية استطلاعات الرأي متقاربة بشكل أو بآخر. أيهما أكثر جذبا في الخطاب مع الجمهور في القضايا الاقتصادية الداخلية تحديدا، هاريس أم ترامب في هذه اللحظات؟ طبعا استطلاعات الرأي تعتمد على الأمور الاقتصادية، وبالطبع هناك قضايا أخرى. أن الاقتصاد هو قضية كبرى، وأيضا هناك قضايا أخرى يجب متابعتها. نحن نتوقع أن هناك أمور ممكن أنه تكون توسعات أكثر في الاقتصاد، والسيد ترامب أيضا في الانتخابات الأخيرة قال أن هناك الكثير من الفساد أو الخداع، وأيضا أمور قد حدثت أن هاريس هي أكثر شعبية منه، وهناك قضايا أخرى يجب متابعتها وإيجاد الحلول لها. نعم. خاصة حسب وضعية ترامب.